مساء الخير. كاتبة اختارت أن تخوض معاركها بشجاعة وتشتبك مع المزايدين والمتطرفين في محيطها. قالت: أنا شيعية لكني لا أفتخر بالخميني ولا بحسن نصر. وكم رأى شنت هجوما على ما أسمته بالخطاب الشعبوي التهويلي النسوي البشع. وكأم كانت صبورة متماسكة وهي تزف ابنها إلى عرس الشهداء بعد أن فقدته في تفجير مسجد العنود في الدمام عام 2015. الكاتبة السعودية عضو مجلس الشورى كوثر الأربش في سؤال مباشر. حياك الله أستاذة كوثر. كل عام وانت بخير والشهر مبارك. صحة وسلامة يا رب. أبدأ معك من تغريدة كتبتيها مؤخرا في 10/3/2022. رسالة وجهتها للمرأة تقولين: سأقول لها في يوم المرأة العالمي: لو توليت أعلى المناصب ونلت أعلى الشهادات لن تبلغي حقيقة التمكين والقوة والجدارة والوعي الفعلي حتى تتخلصي من تبعات الجهل القديم في التنافس مع مثيلاتك على الأشياء الصغيرة، وأن تنظري لامرأة أخرى على أنها شريك نجاح وليس عقبة في الطريق. فسري لي وش كنت تقصدين بهالتغريدة. أنت عارف أن احنا نعيش عصر من عصور العصور الذهبية في تمكين المرأة، وهناك الكثير من الإصلاحات والطريق مفتوح للمرأة أنها تصل إلى أبعد حتى من طموحها. لكن اللي أبغى أقوله في التغريدة هذه أن أحد أهم العوائق للمرأة أنها تصل إلى الارتقاء والتكامل والتمكين أنها تبقى على الإرث القديم من التنافسية غير الشريفة مع بقية النساء، الذي يسمونها البعض يعني بمسمى حسد أو غيرة أو هذه الأمور. هذه المواصفات تم إلصاقها بالمرأة عنوة أو بفعل فاعل، لكني أراها أنها لها علاقة بالجهل. حتى الرجل لما يكون في محيط جاهل يبدأ يتنافس مع بقية الرجال في محيطه ويصنع المكائد وينشغل بهذه الأمور عن الارتقاء، عن تطوير ذاته، عن النجاح، عن صناعة خطة. فالنظرة هذه نظرة جاهلة تم إلصاقها عنوة بالمرأة. يعني مو صحيحة إنه في غيرة وحسد؟ لا علاقة بالحسد والغيرة بالجندر. لا يوجد جين خاص في المرأة أنها تميزها عن الرجل يجعلها أكثر غيرة أو أكثر حسد أو أكثر مكائد أو أكثر كيد. لا، هذه الأمور لها علاقة بالجهل. حتى الرجل الجاهل يصاب بنفس هذه الآفات. فالمرأة لابد أنها تخلص من الجهل القديم، لأن أعتقد أن هذه الخطط ما كانت أنثوية يوما ما. يعني تم إقحامها أو إلصاقها بالمرأة من قبيل فرق تسد، يعني من قبيل جعل النساء لا يتكاتفون، من قبيل انشغال المرأة في بقية النساء بحيث أنها ما ترتقي وما توصل إلى درجة عالية من الوعي، بدل لأنها تقطع خط طويل في سبيل تحقيق ذاتها وخدمة مجتمعها والقيام بشؤونها، ستنشغل في النهاية في بقية النساء. وبدل لأنها تنظر لامرأة أخرى كداعم أو حتى إنسان، تنظر لها للأسف كمنافس. وهذا، وإذا لم تقم المرأة بتطوير هذه الفكرة وهدمها تماما من جوانيتها ومن داخلها، كل ما نصنعه من أجل المرأة سيبقى قشور. ممكن فقط أنها ظاهرة موجودة عندنا في المجتمع السعودي أو الخليجي أو المجتمع العربي أو بشكل عام موجود. ما هو خاص بلا بامرأة سعودية ولا كل وسط جاهل، كل وسط جاهل، حتى في أرياف كل بلدان العالم تتسم هذه، يعني هي هذه الصفات رفيقة بالجهل وبالانعزال وبالمحدودية، ولا علاقة لها بجنس المرأة ولا علاقة لها بالجندر. فأنا أقول أن بلا دون أن تتخلص المرأة من هذه الحدود الضيقة لإنسانيتها وحصرها في منافسة يعني غير راقية مع بنات جنسها، كل ما نفعله من أجل المرأة مجرد عبث. وكثير إحنا نشوف أنه
المرأة تفضل العمل مع الرجل أو في بيئة العمل أنها تكون مع الرجل ولا تفضل العمل مع المرأة، وكأنه في حالة من العداء بين النساء في 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 بيئة العمل وفي محيط العمل. أنا أعتقد أن البقايا الجهل هذا، وهذا ما أطمح إليه أنا بصراحة. يعني ليش الجهل موجود في المرأة في هذه الزاوية ومش موجودة في الرجل؟ يعني إحنا كلنا في مجتمع واحد يعني. لأن أنت عارف أن كل المجتمعات أضعف الحلقات فيها حلقة المرأة. يعني في كل مجتمع جاهل لما يوصف المجتمع بالجهل تكون المرأة هي الحلقة الأضعف. إذا كان المجتمع تم تجهيله وتم إبعاده عن منابع الوعي فتكون المرأة من أهم ضحاياه. فالمرأة أبعدت كثيرا عن منابع الثقافة، منابع التعليم، منابع الوعي، فعاشت حقب طويلة بعيدة عن التوعية خلينا نقول أو الثقافة أو كذا. فطبيعة الأوساط النسائية فيها بقايا هذه الجهالات. أنت لمستي مثل هالتجارب يعني؟ والله أنا شخصيا وأتمنى أن يعني أقولها على العلن، أنا بصراحة أحب المرأة يعني، وأعتقد أني محظوظة جدا يعني إن شاء الله ما يكون نوع من الغرور، بس أني محبوبة جدا من النساء يعني. جيد. الحمد لله محبوبة جدا من النساء، وقدرت أن أنا أوصل لكل النساء من حولي أن أنا صديقتهم يعني، وأن أنا مستعدة دائما للمساعدة، وأن احنا نتعاون ولا نتنافس بمنافسة تعطل العمل أو تبعدنا عن أهداف أي مشاريع نقوم فيها. إيش الوصفة اللي تشوفينها مناسبة اليوم لتغيير هذا الوضع وتغيير هذه الحالة من التنافس غير الشريف بين النساء في 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 العمل؟ أنا أعتقد أول شيء اكتشاف المشكلة هي أهم خطوة. إحنا المشكلة إن إحنا ما إحنا واعيين على الجانب الفكري هذا. يعني جالسين نقطع خط طويل في وضع مثلاً خطط واستراتيجيات ولوائح ومشاريع، لكن إحنا لسه ما إحنا قادرين أو ما في جهة معينة تتبنى تشذيب أو تنظيف الجهل القديم، بحيث أن النساء تكون يعني في حالة مسالمة مع بقية النساء. تشوفين محتاجين لمؤسسة هذا الدور؟ أنا أعتقد أن هذا الموضوع بحاجة إلى اهتمام كبير مرة، حتى لو كانت مجهودات فردية، حتى لو كان يعني بعض المثقفين، أو لابد أن هذه تكون أطروحة بحجم المشروع الضخم اللي جالسين نعيشه في المملكة العربية السعودية من تمكين المرأة، لأن الجانب النفسي والجانب الاجتماعي لا يقل أهمية أبدا عن الجوانب الأخرى. فإذا كانت المرأة ما زالت تعيش بعض البقايا هذه، فصدقني لا شهادات ولا مناصب ولا طموح ممكن تحققه رح يوصلها للسعادة، لأن النهاية ترى النهاية هي رفاهية الإنسان، سعادة الإنسان في كل حاجة يعني نسعى لها. السعادة ما راح تصل لها إذا أنت تحس بهذه المشاعر اللي تنغص عليك حياتك. غايبة عن الكتابة صار لك سنة تقريبا، كنت كاتبة كثير من المقالات، ومقالات كان لها أصدى وكان في تثير الجدل في كثير من الأحيان. ليش غايبة؟ أنا أعتقد الصحف الورقية كلها هي غايبة، مش بس أنا يعني. تحس أنه ما في قيمة اليوم للكتابة في الصحف الورقية؟ فكرة المقالة ما عادت مغرية للقارئ أكثر الآن يعني زمن تويتر يعني كل زمن يعني الترند حقه حاليا. المقالة ما أعتقد أنها ترند في هذا الزمن، وأنا أساسا هدفي من كتابة المقال هو إيصال الرسائل، إيصال أفكاري. فرأيت أن يعني كتابة المقال اليوم ما راح توصل الفكرة اللي أبغى أوصلها، يعني مش الهدف فقط أني أعلق عبارة كاتبة رأي فقط يعني، لا، وهو الهدف أني أوصل الفكرة أوصل الرسالة. لكن اليوم أعتقد أن المقالة ما عاد مقروءة كالسابق. يعني بس هي موجودة يعني، ما زال كتاب موجودين ويضعوا كذلك مقالاتهم في صحيح تويتر. صحيح. وتحقق قصدة وممكن يكون فيها تفاعل أيضا من المتابعين. ما أرى ذلك ما تشوفي يعني. ما أرى ذلك، يمكن تحقق يعني نسبة معينة لكن مش مثل السابق. يعني السابق كان المقال الواحد، أنا عندي مقال ترجم إلى أكثر من لغة يعني،
يعني زمان كان المقال لها أصداء أكبر من الآن. صحيح. متشوفي إنه هذه الوسائل الإعلام التقليدية خلاص اندثرت كالصحافة الورقية أو المكتوبة، وبالتالي الاستعاضة عنها ضروري اليوم بوسائل التواصل الاجتماعي. بس أنت مقلة حتى في تويتر يعني. إيه والله صحيح. إيه عموما الصحافة الورقية كلنا نعرف وتحدثوا كثير مهتمين ومختصين في هذا الأمر، يعني أن الصحافة الورقية مش زمانها اليوم. أنا قلت إنك غايبة يمكن لأنه أنت في آخر مشاركة لك في برنامج الدنيا علمتني قلتي إنه أو ركزتي فيها على ثلاثة محطات: الشعر، الرسم، والرأي. قلتي يمكن إني متفرغة الآن للشعر للرسم، وبالتالي مبتعدة يمكن عن الكتابة الصحفية. أنا عموماً ما أحب إني أتقولب، أكره القوالب، وأكره إني أستمر في قناة التشبث في القنوات حتى لو ما آتت أكلها أو ما آتت الهدف منها. أنا تنقلت ما بين اللوحة واللون، وما بين الشعر والأدب، وما بين الرأي. اليوم لا أرى نفسي في كتابة المقال، لأن ما عادت هالقناة تستوعب المشروع اللي في بالي أو الرؤية اللي أنا وضعتها. وش المشروع اللي في بالي كوثر الأربع؟ هذا سؤال خطير يا خالد. يعني خلينا نختم فيها الجزء وبعدين نبدأ جزء ثاني. يعني في المشروع اللي في بالي حاليا، يعني أنا في طبعا على صعيد الشخصي، وفي على صعيد العمل، وعلى صعيد الأسرة والمجتمع، في كثير قضايا. يعني شو العنوان البارز؟ يعني صعب الواحد يختصر مشاريع حياته، لأن أنا ما أرى نفسي في جزئية وليست موجودة في جزئية أخرى. يعني طيب خلينا نتوقف عند هذه النقطة، نذهب إلى فاصل قصير، نعود بعده للمتابعة في سؤال مباشر. ابقوا معنا. حياكم الله من جديد في سؤال مباشر. ضيفتي هي الكاتبة السعودية عضو مجلس الشورى كوثر الأربش. حياك الله أستاذة كوثر. في مقال قديم لك كتبتي: أنا شيعية لكن إمامي ليس الخميني ولا حسن نصر الله. يمكن من خلال التطورات الحاصلة اليوم، يعني هناك الكثير من الخطابات السياسية تصور بأنه السعودية عدوة للأقليات، خاصة للطائفة الشيعية. يمكن تابعتي وشفتي يعني كثير من الأفكار. اليوم كيف تفسر كوثر الأربش هذه الحالة؟ هل هناك تغير في طريقة التفكير، في طريقة التفسير لهذه الحالة، يعني بسبب تطور الظروف والمعطيات والمتغيرات وغيرها؟ خلينا نرجع مع بعض شوي في البدايات، يعني بداية الخطاب السياسي. منذ بدء التوحيد، المواطن الشيعي كان جزء من النسيج، وما كان فيه أي نوع من العزلة ما بين المواطن الشيعي وما بين دولته، وما كان فيه أي نوع من القطيعة ولا نوع من الانكفاء بين يعني ما كان الشيعي منكفأ أو مبتعد أو معزول عن بقية النسيج. ولكن حدث في حقبة من الزمان، وأعتقد أن إيران متهمة في ذلك، أنها حاولت صناعة حاجز ما بين المواطن الشيعي وبقية أطياف المجتمع، والمواطن الشيعي وبين الدولة أو الحكومة. فهذا الشيء مش ما كان فقط يعني موجه للمملكة العربية السعودية. المتابع لخطابات الخميني في وقتها كان أكثر الكلمات الذي يكررها حكام العرب، كان دائما يضعهم في إطار العدو للشعوب. فهذا الشعور، شعور العدائية مثلا، أو شعور عدم الألفة مع الحكومات، أو شعور النبذ اللي كان يشعر فيه مثلا أي شيعي في أي بلد، مش بس في السعودية. يعني كان من أهم أهداف الثورة الخمينية تعميق الفجوة وتعميق الهوة للشيعي بينه وبين مجتمعه وبينه وبين الحكومة.
ما حصل في تلك الفترة أن للأسف كانت هذه العبارات وهذه الخطابات التحريضية كانت تجد لها أذان، وكانت إلى فترة قريبة يعني شفناها في فعلاً من 2011 وما بعد، وأخذت سلوك عنفي يعني في الكثير من صحيح. أنا بودي أن احنا نقفز إلى الجانب المشرق اليوم، و ما حصل اليوم بعد ما بعد رؤية 2030، بحيث أن هناك بطريقة مباشرة وغير مباشرة حرمت الرؤية إيران من زبائنها. حلو. كيف؟ أولا بتجفيف منابع التطرف ومكافحة القضاء على الخطابات التحريضية والتجيشية، هذه من ناحية، هذا السبيل المباشر. السبيل غير المباشر أنها صنعت للإنسان السعودي حيادة جودة عالية. أنا لو سألتك سؤال، الشاب السعودي اليوم بماذا يفكر لما تعطيه تعليم جيد، لما يعرف الشاب والفتاة أن أنا أقدر أني أوصل إلى مناصب قيادية برغم أنا سني الشاب، وأن ما راح يعتمد الأمر إلا على كفاءتي، لما نوفر لها هذه الأجواء الإيجابية وهذه الإصلاحات العظيمة، مين اللي بيعطي آذانه إلى خطابات مثل هذه الخطابات اللي اليوم تعتبر وهمية؟ اليوم بس هي نجحت في فترة من الفترات، نجحت بسبب وجود الجهل، بسبب وجود بين قوسين الفراغ. يعني تعتقدي أنه اليوم هناك حاجز دفاعي موجود من خلال وعي الناس في المجتمعات، وخاصة نتكلم عن المجتمع في السعودية، تجاه هذه الأفكار، نتكلم عن الطائفة الشيعية تحديدا، أو أنه يحتاج إلى المزيد، يعني يحتاج إلى مراجعات من ثقافية وتنويرية من داخل الوسط الشيعي بالتوازي مع هذه الاستراتيجية اللي نتكلم عن رؤية 2030. احنا لما نتكلم عن المجتمع السعودي، المجتمع الشيعي داخل السعودية، احنا ما نتكلم عن دولة أخرى، يعني المواطن الشيعي موجود داخل المملكة العربية السعودية، وما يجري في المملكة يجري عليه أيضا. فأنت شايف اليوم مع هذه القفزة العظيمة في كل النواحي، سواء التنموية والاقتصادية والتجارية والفكرية والترفيهية، الشيعي مو بمعزل عن هذا التأثير. فالشيعي اليوم مثل السني مشغول بصناعة حياته الآن في مسافة ضوئية بعيدة ما بين الخطاب التافه الثورجي وما بين واقع الشباب في المملكة العربية السعودية. طيب المبررات اللي كانت موجودة سابقا اللي هي الشعور بالمظلومية، وأنه ضحية ربما الارتياب، حالة العزلة، انتهت اليوم بالنسبة للمواطن المنتمي للطائفة الشيعية؟ فكرة المظلومية فكرة جدا خطيرة، وتقريبا كانت الأرضية اللي تم تأسيس عليها الكثير من الأفكار المتطرفة والأفكار الفوضوية لنقل. لما أي إنسان يحصل له نوع غسيل الدماغ هذا، يعني علميا لو تخبر إنسان منذ ولد إلين ما يصل إلى مصاف الرجال، تخبره وتكرر عليها أنت مظلوم أنت مظلوم أنت مظلوم، تتكرس في ذهنه، تتكرس، هذا البرين ووش، هذا غسيل الدماغ. ولكن أنا أعتقد وأتمنى أن ما تكون نظرتي يعني شاطحة كثيرا في الإيجابية، ولكن والله هذا ما أرى، يعني والله هذا ما أرى. أرى أن الإحساس بالمظلومية بدأ الشباب الشيعي يتحرر منه كثير، صحيح موجود في بعض العقليات القديمة، ولكن حسب ما أرى وحسب أنا أتكلم من داخل المجتمع الشيعي، ما عادت هذه النغمة محببة في أذن الشباب والفتيات.
لأن اليوم نجد في حالة اندماج، يعني لم يعد الشيعي فقط يستمع من جانب واحد، أصبح يستمع من وطنه من 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 الداخل. فالحالة أصبحت يعني بعيدة عن وعي الشباب والفتيات. هتكلم فيما تبقى في هذا في البرنامج عن كوثر اليربش، عضو مجلس الشورى السعودي. اليوم كيف تقيمي تجربتك كوثر؟ والله أنا ودي إني أقول إن أنا قطعت شوط وإن أنا حققت وإن لكني والله يعني ما أعتقد إني بعدني يعني في بداية الطريق، وما زلت أبذل جهدي إني أشغل هذه المكانة وأحقق طموحات القيادة وطموحات المواطن، ولكني ما زلت أأمل خيرا إن شاء الله في المستقبل. وش رأيك في الكلام اللي يقال على أو في النظرة، في صورة نمطية موجودة عند المواطن السعودي، أو في صورة عند المواطن السعودي مش نمطية يعني، بس يمكن أكيد لها حجج، في مسافة كبيرة بين احتياجات وهموم ومشاكل المواطن وبين مجلس الشورى اللي المفروض من خلال أعضائه يعني يمثل هذا المواطن ويتبنى قضاياه. وهناك من يقول بأن هذا المجلس كان وما زال منفصل عن الواقع في المجتمع السعودي. وش رأيك من خلال تجربتك في مجلس الشورى؟ قبل كل شيء لابد من القول أن مجلس الشورى على خلاف أي مؤسسة أخرى هي من المواطن وللمواطن، ومن حق أي مواطن أنه ينقد الواقع إذا لم يحقق طموحه، وهذا شيء يعني حرية مكفولة للجميع. هل هناك انفصال ما بين المجلس وما بين المواطن؟ أنا أتحدث لك من الداخل، لا أرى هذا الانفصال، لكن أرى انقطاع خط التواصل. يعني ما يحدث في المجلس ما يعرفون عنه جدا، الناس ما تعرف عن الناس. الناس يعرفون ما يسربه له الإعلام، وإحنا عارفين أن الإعلام مش بالضرورة يكون يعني فعلا وفي توصيل الرسالة ونزيه في توصيل الرسالة. هو بعض الإعلام يبحث عن الإثارة مثلا أو يبحث عن السبق، فما يكون دقيق جدا وما يكون يعني مخلص في توصيل الرسالة كما هي. فهذا القناة المقطوعة ما بين حتى لو كانت يعني مجلس الشورى من خلال مداولاته ومناقشاته كان معطل لمجموعة من القرارات اللي تبنتها الحكومة فيما بعد. يعني نتكلم عن ممارسة الفتيات للرياضة وما قيل عن ما حصل في المداولات وكيف أنه المجلس كما يقال رفض هذا المقترح. في كثير من المواضيع اللي صار في بون شاسع بينها وبين الحكومة. الحكومة كانت سباقة في اتخاذ هذا القرار في وقت كان المجلس يعطل من خلال مناقشاته مثل هذه القرارات. لما يسمع الناس أن توصية في المجلس سقطت، أي لا يسمع معها سبب السقوط. مثلا أنت الآن ذكرت موضوع الرياضة، أي قدمتها إحدى الزميلات وسقطت التوصية، وفعلا هذا ما حدث في أول أو في ثاني سنة لي في المجلس. فعلا أنا أذكر هذه الحادثة تحديدا، قدمتها إحدى الزميلات وسقطت التوصية. الناس سمعوا أن سقطت التوصية، لكن أسباب سقوط التوصية ما وصلت لهم. اللي هي أسباب أسباب عدم نجاح التوصية أن لما قدمت للوزارة أنها كانت جاهزة تماما لطرح الأمر، خلاص يعني بنت الاستراتيجية وقطعت شوط في إضافة الرياضة للمدارس. فأحد أسس العمل في المجلس أنك ما تقدم توصية متحققة أو تقوم الجهة بالعمل عليها. فأنا أسألك الآن، ما قيمة أو توصية، أي توصية توصي جهة ما بأنها تقوم بشيء ما، هذه الجهة أريدينها خلاص الموضوع محسوم عندها. لهذا كان ما بين إعلان إضافة الرياضة للمدارس وما بين سقوط التوصية ترى بضعة أيام، بإمكانك تراجعها.
بإمكانك تراجع في أقل من دقيقة أستاذة كوثر، نسبة كم أنت راضية عن أداء مجلس الشورى السعودي قبل وبعد عضويتك اليوم؟ وإذا كان في نواقص ما هي بالنسبة لعمل مجلس الشورى السعودي حتى يرضى عنه المجتمع؟ أنا ما أعتقد الأمر يؤخذ بهذه الطريقة، هل أنا راضية أو غير راضية؟ يعني أنا ماني في محل، ماني في محل توجيه، ولا أنا في محل تقييم لا للمجلس ولا لزملائي وزميلاتي الأعضاء. خليني أتكلم عن كوثر الأربش الكاتبة الصحفية. يعني صعب إني أتبنى اليوم الكاتبة، لأني أنا من الداخل أساساً، فصعب إن أنا أجي. لكن تضارب مصالح هذا يكون؟ لا مش تضارب مصالح، بس ما يعني ما بكون برا، أنا من الداخل وأعرف تفاصيل التفاصيل التفاصيل اللي تحصل من الداخل. يعني تتمني إنها تكون موجودة اليوم في 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 مجلس الشورى؟ بعض الأمور التقنية الروتينية يعني اللي ما تخص المواطن حقيقة، أعتقد أنها راح تسهل علينا بعض الأمور، يعني بعض الإجراءات اللي تطول علينا الموضوع وبإمكان حلها في الداخل، يعني ما يهم المواطن أن يعرفها. أنت عارف كل الجهات الرسمية فيه نوع من الأمور اللي ودك أنها تتغير عشان يكون عملك يكون أسهل وأسلس، فاللي أنا أبغاه يتغير هذا إجراءات بس داخلية، يعني ما يهم الآخرين فيها، وبإمكان أن أنا يعني أتكلم فيها في الداخل، فما أشوف أنه في هدف أني أنا أتكلم فيها، يعني لأن ما أعتقد أنها تنفع أحد في شيء. يعطيك العافية، شاكر مقدر لك وجودك معنا في هذه الحلقة الرمضانية في سؤال مباشر. الله يسلمك يا رب، الله يسعدك. كوثر الأربش الكاتبة السعودية عضو مجلس الشورى كانت معنا في هذه الحلقة. بنهاية هذه الحلقة من سؤال مباشر، دائما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل تويتر فيسبوك يوتيوب، والاستماع إلى حلقتنا على شاهد وعلى العربية بودكاست. إلى اللقاء. Club.